السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد مراجعة سريعة على الوحدة الأولى. أول سؤال بيقولك اكتب المصطلح الجغرافي التي تشير إليه العبارات الآتية: مجموعة هائلة من أجسام غازية تظهر في السماء على شكل سحابة من الغبار. ده أول سؤال. تاني سؤال: جسم سماوي صلب يمكن رؤيته في السماء على هيئة سهام ضوئية. تالت سؤال: النوع الوحيد من الأجسام الفضائية التي تصل إلى الأرض. رابع سؤال: تجمع من النجوم يظهر على أشكال مختلفة. السؤال الخامس: جسم يدور حول الكوكب ويرتبط معاه بالجاذبية. سادس سؤال: جسم معتم لا يشع ضوء ولا حرارة ويستمد ضوءه من النجوم. وده كان السؤال الأول. السؤال الثاني: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. مجرتنا من النوع البيضاوي. تاني سؤال: تدور الكواكب حول الأقمار. تالت سؤال: يوجد خمسة من أنواع المجرات. وهنا هناخد سؤال مقارنة. قارن بين كل من الشهب والنيازك، وقارن بين النجوم والكواكب. رابع سؤال: ما النتائج المترتبة على انفجار النجوم وكمان احتكاك الأجسام الفضائية بالغلاف الجوي للأرض؟ إجابة السؤال الأول: مجموعة هائلة من أجسام غازية تظهر في السماء على شكل سحابة من الغبار، وده السدم. جسم سماوي صلب يمكن رؤيته في السماء على هيئة سهام ضوئية. طبعا الشهب. النوع الوحيد من الأجسام الفضائية التي تصل إلى الأرض طبعا النيازك، بعد ما بتحتك بالغلاف الجوي بيسقط وتحترق جزئيا، بيسقط جزء منها على الأرض. تجمع من النجوم بيظهر على أشكال مختلفة، ودي المجرات. جسم بيدور حول الكوكب وبيرتبط معاه بالجاذبية، طبعا الأقمار. طيب جسم معتم لا يشع ضوء ولا حرارة ويستمد ضوءه من النجوم، طبعا دي الكواكب. مجرتنا من النوع البيضاوي طبعا غلط، لأنها من النوع الحلزوني. بتدور الكواكب حول الأقمار. تدور الكواكب حول الأقمار، ده طبعا غلط، لأن الأقمار هي اللي بتدور حول الكواكب. بيوجد خمس أنواع من المجرات، طبعا لأ، لأن هما ثلاث أنواع فقط لغير. الفرق بين الشهب والنيازك إن الشهب لما بتصطدم بالغلاف الجوي للأرض بتتحطم كليا وبتبان على إنها سهم مضيء في السماء، بتحترق احتراق كلي. أما النيازك لما بتصطدم بالغلاف الجوي للأرض بتحترق جزئيا وبيسقط جزء منها على الأرض اللي هو النيازك، وبيعمل دمار شامل في المكان اللي بينزل فيه. المقارنة بين النجوم والكواكب: النجوم أجسام كبيرة الحجم ومضيئة ومتوهجة وبتشع ضوء وحرارة، أما الكواكب أجسام صغيرة نسبيا ومعتمة، ولا بتشع ضوء ولا حرارة، ولكن بتستمد ضوءها وحرارتها من النجوم. النتائج المترتبة عن انفجار النجوم
هي بتكون السدن، وهو بيبقى مجموعة هائلة من أجسام غازية بتظهر في السماء على شكل سحابة من الغبار. أما احتكاك الأجسام الفضائية بالغلاف الجوي للأرض، يا إما تحترق جزئيا زي النيازك ويسقط منها جزء على الأرض، يا إما تحترق كليا وتشاهدها في السماء كأنها سهم منور، وده الشهب.